كيفاش علاش الازمه هذه غير حنايا اللي تقيسنا؟ تشوف الميكرو اللي عطاو ما يحشموش الازمه. اهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، معنا رئيس الجديد لتونس، انه الشاب في عز شبابه، انه الباجي قايد سبسي 3 مليون سنة، الله يبارك. الباجي قايد سبسي، يعني كيفاش صارت الانتخابات في تونس؟ كيفاش صوت عليك شاب تونسي؟ ولدي اسمح لي لصق سنية نتكلم معاك. راه شخرا باقلك فوالا فوالا ولصق ولصق. خلي معلش الباجي قايد سبسي، قول لي يعني اكزاكتومون كيفاش انت كنت في النظام اون بليس راك كبير في العمر وزادوا صوتوا عليك وليت رئيس في تونس، كيفاش تفسر هذا النجاح؟ معناها بحيث كما يقول المغني اللي عندكم كبيره في العمر صغيره في العقل. جلطي ثقافه كبيره. السؤال الاخر يقول الجنوب، خلينا نخدموا. سؤال اخر يقول كيفاش الجزائر عاونتكم يعني في هذا الانتخاب؟ ولدي انا نستكثر خير الجزائريين اللي عاونوني باش نكون رئيس لتونس. هكا انت جزائري ولا لا؟ الجنوب خليونا نخدموا، رانا نخدموا على ماشي سطات تاع سكشوي انا. خزمر راح تجري. يا زي دا حسني مبارك. يحيى الفقراني تاع العلمية تاع انا حسني مبارك الرئيس المصري. صديقي حسني مبارك رئيس المصري. رئيس المصري ماشي كنت تموت كاع رحت فيها شفناك فيها. لا انا كنت امثل ودلوقتي انا عامل رياضة. طيب بارك صافي بليزير والله حلو والله طريبيون. الجمهور انا جايب كما ترون الرؤساء العرب كاع في ساحة جيدة، جايبينها غير مورا مرصطح. شوفوا ايوا على جنب شويه فوت نقايت باقي. يلا يا باقي يلا يا باقي اجري باتش اج ابدرت ما ابدرت مسير في بي. يس يس قلبي يس اي 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 الباتشي مبارك. سيد ولاد جمهورنا الكريم، الرؤساء العرب كاع شباب وفي صحه جيده.